مرحبا. تعتبر حديقة تشيهودي ومتحف الزجاج بمدينة سياتل واحدة من الحدائق المميزة بالعالم، بالإضافة لاحتواء على النباتات فيها معرض لفن الزجاج الغريب لأحد أشهر فنانين نفخ بالزجاج بالعالم. نرجع لأخبار أصناف، عم يكون صيفي عادي وصح ومستقر بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يبقى سديمي حار نسبياً بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فبعدها عم تنخفض وخاصة بالأجزاء الجنوبية والغربية، لكن عم تبقى أعلى معدلاتها بحوالي 3-4 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 16 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 40-65%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 27 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون جونا صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 19-39 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. رح نبدأ مثل العادة من المنطقة الجنوبية بالسويدة، طقسنا عم بيكون صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم توصل لل 35، وبدرعا درجات الحرارة عم تتراوح بين 19-37 درجة، وطقسنا مكفي صح ومشمس. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم توصل لل 34 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما رح ننتقل سوا لنشوف الطقس كيف عم بيكون. كفي الجو صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تسجل بحما دنيا 22، العليا 39 درجة. كيف عم يكون الجو على الساحل؟ بقدر توصل لدقيقة عم بيكون الجو غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بلدقيقة عم توصل لل 31 درجة. أما بلواء اسكندرون درجات الحرارة عم بتسجل دنيا 23، العليا 32 درجة. رح ننتقل سوا هلا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب. طقسنا مكفي صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم بتسجل بحلب دنيا 23، العليا 38 درجة. طلع أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. بالرقة جونا عم يبقى سديمي حار، ودرجات الحرارة عم توصل ل 43 درجة. وبالحسكة نفس الشيء، درجات الحرارة عم توصل ل 43 أيضا، والجو مكفي سديمي حار. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 30 وال 44 درجة، وطقسنا مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس هالأسبوع انطروني بكرة. باي.